مو منيحة. ليش؟ شو الموضوع؟ ما قدرت أجر البيت وكنت رح أخنقه للزبون. ولا يهمك أختي، ما تزعلي، بتخنقي بعدين. لازم على القليلة بكرة أجر بيتين لحتى أقدر أدفع الفواتير. طيب أختي حبيبتي رح تعمليها. ليكي فكري هيك، أنت درستي حقوق، إذا ما قدرتي تقنعي العالم مين رح يقنعون؟ لازم تقنعي صاحب البيت بالأول. إجا وطلب الأجار؟ طبعاً طلبه. يا ربي دخيلك يبلش تدريبي فوراً. ما وصل خبر من مكتب ينار للمحاماة كمان؟ مكتبه إنه بيعطي أعلى راتب للتدريب. شو حلو لو يصير هيك. بكل الأحوال أنا رح لاقي حل، أنتي لا تشغلي بالك. إيه؟ صحي قليلي، أكلتي ولا لا؟ لا ما أكلت. طيب صحيح كل همنا ندفع الأجار بس؟ معي مصاري بتكفي نطلب أكل إلنا نحن التنتين. نحن أغنياء. بذكاء أختك رح يصير معنا شوية مصاري. يا الله منك، قلتلك رح بلش شغل. مستحيل. وليش؟ يعني أنتي هلأ أختي من زمان، ما بيطلع لي احكي بنوب، هالشي مفهوم. بس أنتي ما بتلعبي بنوب. لا سكتي يا بنت، من وين جايبة هالحكي؟ مين علمك الألعاب اللي بتعرفيها؟ قال ما بعرف ألعب. قال تمام تمام. شو أطلب أختي؟ لحمة بعجين. إيه بدي لحمة بعجين مع البصل كمان. وعيران كمان. بدي عيران. وشو كمان؟ بكفي هيك. شكرا بانو خانو. تكرمي. إيه طلعي فيني. إذا مصرياتك ما بيكفوا أنا معي كمان شوي. شبك قلت لك رح أطلب. وسقي بأختك شوي. ماشي. صحتين وهنا. شكرا. شكرا كتير. بتحبوا تاخدوا شي تاني؟ لا يسلموا ايديك. لو سمحت. خير؟ شايفك عم تلحقني. لا انا قاعد وانت اجيت، شو بيعرفني إنك جرسون؟ كرم تركني بحالي، قلت لك بدي ارتاح منك بعد الدراسة. أنا بس بدي أشرب قهوة، بس بدي قهوة. اليوم شفت مكتبين محاماة، طبعاً بدهم يشتغلوا معي بس أنا قلت رح فكر. رجع تواصل معك مكتب ينار؟ لا. يلا إن شاء الله بيحاكوك. حكوا معك أنت؟ طبعاً حكوا معي، معقول ما يحكوا؟ أنا اطلعت لقيت موبايلي عم يرن كتير، قالوا لي رح يكونوا كتير مبسوطين إذا كنت معهم، بس أنا قلت لهم رح فكر بهالعرض. في عندك مانع إذا فكرت وأنا عم بشرب قهوتي؟ كيف بدك إياها؟ سادة. وكاسة مي لو سمحت. واحد قهوة سادة وكاسة مي.